فعل أشياء كثيرة ويائس، يائس تماما من نجاته يوم القيامة. أقول له لعل الله عز وجل أن ينفعه بهذه الكلمات: ليس هناك ذنب أعظم من الشرك، ليس هناك ذنب أعظم من الشرك، ومع ذلك قال الله عز وجل: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يغفر لهم ما قد سلف، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يجب ما قبله. إخواننا الألمان الذين أسلموا في الفترة الماضية وحوالي 9، ولما التقيت بهم منذ عدة أيام قلت لهم: لكم ميزة ليست لنا، وهي أنك منذ أسلمت سقط عنك كل ما فعلته قبل ذلك، يعني كأنما ولد من جديد. حتى أنا سألت يعني بعضهم عن ميلاده فلم يفطن إلى ما أريد، يعني قلت له: منذ يعني كم ولدت أو متى ولدت؟ فقال: تاريخ ميلاده. قلت له: لا، يعني أنا أنت ولدت منذ أسلمت. ليه؟ لأنه سقط عنه كل شيء فعله قبل ذلك، يبقى إذن هو نظيف 100%. إذا كان هذا يعني فيما يتعلق بالكافر الذي لو مات على كفره لن يدخل الجنة ولن يجد ريحها أبدا، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلو أقول له: لك رجع. والله عز وجل قال في آية الأمل اللي هي تفتح الباب لكل عاص أن يرجع إلى الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أسرفوا أي تجاوزوا الحد، أي ما تركوا ذنبا إلا فعلوه. يقول الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أنا أسأل الله عز وجل أن ينتفع بهذه الكلمات من تورط في العصيان أو ازداد في عصيانه. كل ذنب يتاب منه، حتى الشرك، حتى الشرك، أن تقلع عن الشرك، فيش ذنب لا يتاب منه إطلاقا. مشرك أسلم خلاص انتهت، عاصي أسلم رجع وتاب خلاص انتهت. ذنبك مهما عظم شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله خلق الرحمة 100 جزء، فأنزل على الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، حتى أن الدابة العجماء التي لا تعقل يعني لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه بجزء واحد من الرحمة. طب فين 99 جزء؟ الذي يظن أن ذنبه يستغرق هذه الرحمة كلها فهذا كافر، كما قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم. ذنبك مهما عظم شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء.